بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. والنهارده عندنا حلقه ممتعه جدا، استاذ حسن المستكاوي في الجزء الثاني، والجزء الاخير هيبقى معلوماتي مع ريهام حمدي واحمد شوقي، وهيكون موجود معانا عبر سكايب عبد الباسط. فعندنا النهارده تفاصيل كتير جدا جدا جدا. بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين، خلاص الشغل الشاغل للناس دلوقتي هو المواجهه المقبله للاهلي وريال مدريد. وهنا الحقيقه في امنيات كتير، يعني الاصابات بدات تضرب في ريال مدريد، عدد ستة اصابه في ريال مدريد، اخرهم كان كورتوا. الف مليون سلام ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه في الماتش اللي بعديه بقى ان شاء الله. بس اهم حاجه بالنسبه لنا انه الدنيا تمام. الاصابات فيها بقى بنزيما على اوتامندي على ايدن هازارد على ميليتاو، اسف، على كورتوا، فالدنيا حلو، الدنيا حلو. بس هم فاضل اتنين، احنا مش طمعانين في حاجه، طمعان في حاجه تانية يا استاذ بهاء. هم في اتنين اللي عليهم العين والليلي، مودريتش، وده راجل شقيان، يعني راجل من 2012 في ريال مدريد متواصل مرتاحش ابدا، شغال في كل حاجه، وبص بيجري حتى كمان في الصوره. لما قعدوا دوروا على الصوره اللي اول ما لقوش غير الصوره هو بيجري. هيجري ايه؟ راجل لعب 12 من 2012، 11 سنه بيلعب في ريال مدريد. وايه بقى؟ وروح بقى كاس عالم والعب ماتشات. لا مش ليه، ما تقوليش ليه، انت تسيبني اتكلم براحتي. ما تعمليش بايدي كده، لا مش ليه، اقول اللي انا عايزه يا عم مودريتش. اقول اللي انا عايزه. فما تجيش بقى على الماتش ده، ريح نفسك شويه، ارتاح. 12 سنه ولا 11 سنه متواصل كاس عالم ونهائي كاس عالم وسيمي فاينل كاس عالم وشغل، اللي في سنك ما بيعملوش ده، احنا بنتعكز على السلمه عشان نطلعها. 38 سنه احنا قد بعض يا بيه. فمش هيجرى حاجه، ريح الماتش ده. ايه يعني لا يجرى؟ اجهاد، مش هجرى حاجه، عادي جدا. فمودريتش بقى فها كده، مش يعني هنبقى كلنا مبسوطين وكل الناس هتبقى تدعي لك بالشفاء ان شاء الله باذن الله. وبعدين راجل واخد له 5 دوري ابطال اوروبا، 5 دوري ابطال اوروبا، 5 يا جدع، ناقصك ايه تاني؟ يعني في حاجه تاني محتاجها؟ اكيد مش محتاج حاجه. ماشي، نروح بقى للغزال الاسمر اللي بيجري وما بيوقفش، صاروخ جونيور، فينيسيوس جونيور. ده الرقم 2 بعد مودريتش. مش طالبين اي حاجه غير شد بسيط في الخلفيه، شد بسيط في الاماميه. اهو اضحك بقى، اضحك وضحكنا معاك، اي حاجه من الحاجات اللي شبه كده دي، اللي هي وهو بيعمل الاحماء جاله مزق في الخلفيه، شد في الخلفيه، تقوم تعمل ايه؟ ترتاح عادي، واحنا نرتاح وكلنا نرتاح والدنيا تبقى كويسه. هل ده معناه انه في ضمانه انه بعديها الاهلي يكسب ريال مدريد؟ لا مفيش، بس على الاقل تبقوا انتوا عملتوا اللي عليكم عشان نبقى متفقين. طيب الرساله الى اخواننا بتوع ريال مدريد، وانا قلتها قبل كده، لو الواحد عنده الحظ بتاع ريال مدريد الدنيا ما كانتش حظ والدنيا حلوه. يعني اديني حظ ريال مدريد وارميني في البحر ببدلة حديد، انا موافق. شوف بقى البخت بقى على شويه التوفيق على شويه الحاجات دي، يا ريت نتخلى عنهم في الماتش اللي جاي، مش هيجرى حاجه يعني. بعدين يعني فرقه كسبانه 4 كاس عالم للانديه، 4 صح؟ 4 كاس عالم، اكتر فريق فايز بكاس عالم الانديه. هل هيجرى حاجه لما ما تفازش بكاس العالم الانديه دي؟ عادي، هيقولوا ريال مدريد اللي ما فازش بكاس العالم الانديه اهو. والله ما حد هيعايركم اصلا، محدش هيقول حاجه يعني، عادي عندك منه 4، مش هيجرى حاجه يعني. هل لو انت مثلا خسرت من الاهلي يجي يقول لك اللي خسر من الاهلي اهو؟ عادي يعني، ما انت خسرت من الاهلي قبل كده في ماتش ودي، عادي، ما 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 مالوش بقى اللي خسر من الاهلي اهو، ما عادي عدت يعني. فما يجراش حاجه، سيبونا نستمتع يا جماعه، احنا الليفل ده ما شفناهوش قبل كده، الاهلي ودانا للليفل ده. فباذنك يا رب، باذنك يا رب. في دعوات بقى ملايين، ها؟
مش بس بقى ثقه في الاداء الفني وثقه في اللعيبه بتاعتنا وثقه في المجموعه بالكامل وثقه في مارسيل كولر والكلام ده كله والجماهير المصريه اللي مسافره، جمهور النادي الاهلي اللي مسافر من هنا، على جماهير النادي الاهلي اللي موجوده هناك، على جماهير المغرب اللي كلها بقت اهلاويه. كل القصه دي كلها على بعضها كده حلوه، القصه كلها حلوه، ناقصنا بس شويه الحبشتكنات اللي احنا بنتكلم فيهم دول. فاحنا بس محتاجين نركز الفتره الجايه مع بعض، دعوات تكثيف، دعوات بقى، دعوات من اللي هي دعوات بتاع زمان دي اللي هي بتروح توصل دي. فان شاء الله باذن الله ده يحصل، الامور تمشي كويس جدا كده، وما فيش حد يعني مفيش حد هيحس بحاجه، يعني مفيش حد هيخس حاجه، مفيش حد هيقل حاجه، يعني ريال مدريد مش هيجرى له حاجه، مش هيتعاير يعني، عادي جدا. بس احنا بقى هنعيش ايام بقى بعد كده مفيش بعديها الاهلي في نهائي كاس العالم، يا جماله يا حلاوته لو الاهلي في نهائي كاس العالم للانديه، يا سيدي يا سيدي يقابل اللي يقابله بس يوصل كاس عالم الانديه. قطعنا المشوار ده قبل كده، وناهنا دائما وابدا تعود على المجموع لانه الاهلي يمثل مصر، وانا اقصدها تماما. يعني الاهلي فعلا باللي بيعمله خالق حاله حلوه يا جماعه. احنا النهارده معلش يعني معلش شوف الليفل اللي احنا بنتكلم فيه، انا ببتدي الحلقه اهلا وسهلا بحضراتكم الاهلي وريال مدريد، ليفل يعني مستوى حلو من الكوره، متعه نقعد نتكلم فيها. تخيل ان احنا هنشغل بالنا اليومين اللي جايين دولت بطرق لعب الاهلي وطرق لعب ريال مدريد، تخيل ان احنا هنشوف نقاط الضعف في فريق ريال مدريد. معرفش دول عندهم نقاط ضعف ايه، بس اهو اكيد عندهم نقاط ضعف. فريق كان السنة اللي فاتت معهوش أي حاجة في أي حاجة بالصلاة على النبي، وداس على كل الفرق اللي قدامه في دوري أبطال أوروبا، إزاي؟ أنا معرفش. واللي بيشجعه ريال مدريد برضه ما يعرفوش، بس ماشي مكمل يعني. بس إن شاء الله تعطل يا شيخ، إن شاء الله تعطل قدام الأهلي. فكل وارد، كل وارد إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي ثقة كبيرة، والله العظيم ثلاثة أنا عندي تفاؤل كبير جدا إنه ريال مدريد هياكل على وشه. ليه بقى بقول لك كده؟ أنت تلعب ماتش بلا أي ضغوط. ايوه النسر ده حلاوته وجماله بيلعب الماتش ده بلا اي ضغوط. انا نفسي اللعيبه تتبسط تستمتع، دلع نفسك يا باشا، العب ماتش كوره كده اللي هو انت كنت بتحلم بيه. انت بتلعب قدام ريال مدريد بطل اوروبا، العالم كله مستنيك وما عليكش اي ضغوط، محدش هيقول لك ايه ده، هو انت بتعمل ايه. بس العظمه في الموضوع انك تلعب ماتش حلو. مش معنى ماتش حلو انك تفتح خطوطك وانك تلعب يعني ما يبقاش فيه توازن او اتزان، لا مش ده المعنى. المعنى انك تبقى تكتيكيا مذاكر ومحضر ومش خايف. وفي فرق ما بين ان انت تبقى هادي وراسي، وما بين ان انت بتلعب الكوره الحلوه الممتعه في التسليم والتسلم، وفي فرق ما بين ان انت تبقى عندك لهوجه واستعجال ومش عارف تطلع بالكوره. انا نفسي ما اشوفش الحاجات دي كلها. يا عم كولر، يا سيدي كولر، ايها البارون كولر، شغل بقى الجمجمه كده، بوس ايدك. الماتش الجاي ده، ده ماتش من الماتشات اللي ما بتتنسيش، والله العظيم من الماتشات اللي ما بتتنسيش. فشوف دور المكنه زي ما انت ما تحب تدورها. الناس هتبقى مبسوطه لو الاهلي لعب ماتش حلو. بكلمك بامانه، انا راجل عندي احساس بالتفاؤل، وما تسالنيش جه منين. وما بقولكش من دلوقتي الاهلي هيكسب ريال مدريد، يعني انا ما بقولكش الاهلي هيكسب ريال مدريد ولا بقولك كده، بس انا عندي جرعه التفاؤل دي جايه من احساس ان انا عارف كويس قوي طريقه اللعيب المصري بتاعنا لما بتحط في الضغط من النوعيه ديت، وطريقه لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي لما اتحط في 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 الحته دي من التحدي، وهو وراه جمهور في الاستاد كله بتاعه، الموضوع هيفرق كتير جدا جدا. فطلباتنا بسيطه بس نكثف الدعوه ونخلص النوايا كده واحنا بندعي، وان شاء الله باذن الله بكره يجي لنا خبر اصابه كامافينجا. اتصاب النهارده ورجع تاني، دمه تقيل قوي يا عيني، دمه تقيل قوي يعني. الراجل اول لما اتصاب بقى والناس بدات تكتب، بعدين لعب عادي كمل مفيش مشكله يعني. وبعدين زي ما بقول لك كده، هو احنا عايزين بس جونيور وجده مودريتش بس خلاص، ومش هجر اي حاجه تانيه، والباقي احنا موافقين يلعب يعني. طيب هل في اخبار متعلقه بالاهلي؟ هل في تفاصيل متعلقه بالاهلي؟ دايما في اخبار متعلقه بالنادي الاهلي. تعالوا نتابع مع حضراتكم النهارده الاهلي اليوم من خلال هذا التقرير.
وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته بدون راحة لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9 مساء على ملعب الأمير مولاي عبد الله. حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل انطلاق تدريبات الفريق. حرص كولر وعبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على غلق صفحة مباراة سياتل ساوندرز الأمريكية. طالب كولر اللاعبين التركيز بجدية في الاستعداد لمباراة ريال مدريد الإسبانية في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كما تحدث كولر مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتجهيز لمباراة ريال مدريد المقبلة وضرورة الاستعداد النفسي لهذه المباراة. هذا وقد حدد كولر برنامجا استشفائيا وتدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في لقاء سياتل ساوندرز منعا للإرهاق، فيما قرر المدير الفني أن تخوض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بطل أمريكا الشمالية تدريباتهم في الجيم بمقر إقامة البعثة في مدينة طنجة بالمغرب. كما عقد كولر جلسة مع معاونيه من أجل دراسة ريال مدريد بشكل مفصل استعدادا للقاء المرتقب. يريد المدير الفني أن يضع يده على مواطن القوة والضعف للتركيز عليها خلال التدريبات المقبلة. يا سيدي، بكرة حلقة خاصة جدا جدا مع ملوك التحليل. بكرة في الاثنين العظيم هنتكلم في كل حاجة تخص ريال مدريد، وما نشوف بقى الأستاذ عز هيشجع مين. هو في اختبار واضح وصريح عشان بس نبقى متفقين، الراجل مشجع لريال مدريد وريال مدريد هيواجه النادي الاهلي. تحليل فني ممتع من تامر بدوي ان شاء الله باذن الله، وتفصيص لاداء ريال مدريد. اكيد الكل عارف ريال مدريد بيلعب ازاي اكيد يعني، بس هبقى في تفاصيل مهمه ممكن نتكلم فيها في هذا اللقاء يعني. ماشي، تعالوا نشوف النهارده كان في ماتشات في الدوري المصري، نتابع مع حضراتكم نتائجها كانت ماشيه ازاي. غزل المحلة وحرس الحدود، حرس الحدود بيتمكن من هزيمة الغزل بهدفين مقابل هدف، نتيجة كويسة جدا جدا للحرس. برضو أسوان فاز على الداخلية برضو بنفس النتيجة 2-1. الإسماعيلي والاتحاد السكندري اللقاء كان قوي جدا، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وسيراميكا كليوباترا وإمبي انتهى اللقاء بفوز إمبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل. من النتائج إلى الأهداف نتابع مع حضراتكم. نتابع مع حضراتكم ماشي والله علق. ماتش اللي قدام حضراتكم اسوان والداخليه، والبدايه كانت عن طريق احمد سيد خالد، سجل الهدف الاول لاسوان في الدقيقه 1، ثم سمير فكري مع الدقيقه 28 من ضربه جزاء، ويجي محمد حمدي زكي ويسجل مرة أخرى لأسوان علشان يكون ده هدف الفوز وهدف المكسب. بص ضربة الجزاء وبص المتابعة سجلها بعد ما سددها وصدها الحارس. إلى غزل المحلة وحرس الحدود ونفس النتيجة 2-1، والبداية كانت عن طريق أحمد فتحي فيليكس للحرس بتسديدة في الدقيقة 15، معاها بيتقدم الحرس بالهدف الأول، ثم مصطفى زيكو. يا سلام على الكعب، يا سلام على الكعب، يا سلام على الباص، يا سلام على الرؤية، يا سلام على الجول. جول حلو قوي وفي شغل فني معمول يعني. وهدف وحيد لغزل المحلة من كرة دائما وابدا بيعتمد عليها غزل المحلة، لقطها لقطة احمد الشيخ، لعيب كبير احمد ما شاء الله، لعيب كبير في الدقيقة 94. الى سيراميكا وامبي، امبي اللي غير مديرين فنيين كتير قوي، بقيت انسى من كتر ما بيغير. اخر حاجه بقى دلوقتي معاك كابتن تامر مصطفى بعد ما مشي الكابتن طلعت يوسف. احمد يوسف سجل في الدقيقه 2. الاسماعيلي والاتحاد السكندري ومحمد الشامي في الدقيقه 1، بقت ظاهره تسجيل في الدقائق الاولى من المباراه. ثم الاتحاد السكندري بيتعادل عن طريق محمود علاء في الدقيقة 77. لا أخفيك سرا عزيزي المشاهد أني مبسوط جدا جدا للحالة اللي خلقها أحمد حسام ميدو في الإسماعيلية وفي النادي الإسماعيلي. الحالة ديت جاية من فكرة أنه
تعال كده شوف مدير فني بيجي يتعامل مع فرقه ما فيهاش كان مجلس اداره، ما فيهاش اي حد، يجي يشيل هو المسؤوليه كلها، ولاحظ انه مش من ولاد النادي. خد بالك من اللي انا بقوله، ابن النادي هيبقى عنده دوافع كتير جدا، عنده دوافع كتير جدا انه يخدم ناديه، فيقول لك يا عم مش هاخد فلوس، هتحمل الضغط، هشيل كل حاجه في قلبي، كل الكلام ده كله. بص دي علاقه مدير فني على فكره باللعيبه، الحب ده، وهو عامل مدخلهم جوه حاله، وانا ما اعرفش ازاي مدير فني يقدر يدخل لعيبته جوه حاله هم ما بياخدوش فلوس، انا ما اعرفهاش صدقني، بقول لك بامانه الله انا ما اعرفها. وتاني ما اعرفش مدير فني ما بقاش من ولاد النادي الاسماعيلي وصغير شاب ويشيل كل ده، يشيل كل ده يعني يشيل كل شايل الليله كلها على كتافه ويكمل بيها. ميدو عنده قلب مقاتل زي ما كان لعيب، بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وبتمنى كمان انه الاسماعيلي يخرج من الحته اللي هو موجود فيها علشان جماهير اسماعيليه تستحق كتير جدا جدا جدا. واقسم بالله جماهير اسماعيليه ما ينفع تدفع تمن اخطاء اداريه سابقه، حرام، انا بستحرم انه الجماهير اللي هم دول يدفعوا تمن حاجه وهم ما لهمش علاقه غير ان هم بيروحوا يشجعوا. بص شباب زي الورد، انا هسكت ونسمع. طيب عندي خبر النهاردة لازم نتكلم فيه وهيبقى عندنا تفاصيل اكتر كمان مع احمد عبد الباسط. كابتن عصام الحضري اصبح مدربا لحراس مرمى المنتخب السوري تحت القيادة الفنية لهكتور كوبر، والكابتن عصام الحضري هو مدرب حراس مرمى منتخبنا مصر الاولمبي. ما سمعناش عن الاقالة، ما سمعناش عن استقالة، ما سمعناش عن اعتذار، ما سمعناش عن اي حاجة، بس اللي سمعناه كالتالي انه الاتحاد المصري لكرة القدم بيعلن قبول اعتذار الحضري عن عدم استكماله مهمته مع المنتخب، وبيقول انه مش هيتعاقد معاه بعد كده، مش هيتعامل معاه بعد كده. العنوان يا شباب قال لك اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبول اعتذار عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاولمبي عن عدم استكمال مهمته، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنيه خلال الفتره المقبله. ده معناه انه العلاقه لما انتهت ما انتهتش صح، عشان بس نجيب من الاخر يعني. ده معناه انه العلاقه لما انتهت ما انتهتش بانه يا جماعه لو سمحت انا عايز امشي عشان خاطر كذا او كذا او كذا او اي سبب من الاسباب اللي شبه كده. على جانب اخر عصام الحضري هو كمان عمل بيان قال لك بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب للحراس، متجه لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات ومستر ميكالي. سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا. أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي، وأتوجه بالشكر لميكالي على الفترة التي قضيتها معه، وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي. أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في الخطوة المقبلة. وأنا بقول لك اللي حاصل ده هيسيب تبعات مش هتكون أحسن حاجة خالص في علاقة عصام الحضري بعد كده بأي من المنتخبات الوطنية، وفقا لما هو أمامي. وعبد الباسط هيكون عنده تفاصيل في الأمور دي كتير جدا. تعال نروح لأخبار وتفاصيل مهمة في القلعة البيضاء نادي الزمالك، هستهلها مع حضراتكم بالزمالك اليوم، نتابع من خلال هذا التقرير. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة 17 من مسابقة الدوري،
تقام المباراة يوم الاثنين على استاد برج العرب في تمام الساعة 5 مساء. وصل البرتغالي جوزفالدو فيريرا قيادة تدريبات الفريق بعد قرار عودته على رأس القيادة الفنية برفقة أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي. حرص فيريرا على الاجتماع باللاعبين وطلبهم بضرورة استمرار الانتصارات واستغلال الفوز على فيوتشر لتكون انطلاقة قوية للفريق في مسابقة الدوري. وصل محمود حمد الونش خوض تدريباته التأهيلية من أجل العودة للتدريبات الجماعية. ينفذ الونش تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة. هذا وقد وصل محمد عبد الغني فكرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران. يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي لحقته في العضلة الأمامية. هذا وقد تأكد غياب الظهير الأيمن للفريق حمزة المثلوثي عن مواجهة فاركو. يعاني المثلوثي من مصق في عضلة السمانة ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية في الوقت الراهن للتعافي من الإصابة. فيما شهد المران خوض اللاعبين تدريبات بدنية خفيفة. يرغب الجهاز الفني في تجنب إرهاق اللاعبين قبل السفر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق قبل لقاء فاركو. كما أجرى فيريرا تقسيمة فنية بين اللاعبين وتم التركيز فيها على العديد من الجوانب الخططية، وأعطى المدرب البرتغالي صلاحيات فنية كبرى لأسامة نبيه في التدريبات. تم التركيز خلال المران أيضا على الكرات الثابتة والعرضيات. تعالوا نشوف قائمة الزمالك لمباراة فاركو. مش موجود شيكابالا، مش موجود عبد الغني، وبرضه مش موجود حمزة المسلوسي. كل دي إصابات. يوسف حسن مستبعد لأسباب فنية. القائمة قدام حضراتكم على الشاشة: عواد وصبحي والسيد عطية، الدفاع عمر جابر والزناري وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح، الوسط أشرف رؤى، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله، سيف جعفر، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي، إبراهيم نضاي، والهجوم سيف الدين الجزيري، سامسون أكينيولا ويوسف أسامة نبيه. بالمناسبة فيما يتعلق بقصة كهربا، الزمالك من خلال تواصله مع المحامي الإيطالي بتاعه في قضية كهربا اللي هو سيلفاتوري، الراجل قال لهم أنه من المتوقع انه على نهاية الاسبوع الجاري يوصل لهم كل حاجة متعلقة بالقرار الخاص بحكم المحكمة او حكم الفيفا او حكم لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على نهاية هذا الاسبوع بحسب ما وصل للزمالك من سيلفاتوري. بعد الفاصل اللي جاي ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي وصندوق المستكاوي، وما تنسوش النهاردة معلوماتي بتفاصيل وأخبار مهمة مع ريهام وشوقي وعبد الباسط. وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وجي معادنا مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن مساء الفل. مساء النور يا ابراهيم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا اخي. الناس بتحبك قوي يا اخي. ده بس عشان حضرتك يا اخي. الناس بتحبك قوي يا اخي. مش معقول بقى كل واحد يشوفني في الشارع يقول لي ابراهيم فايق، اقول له يا عم انا حسن، يقول لي ابراهيم فايق. لا يا ريس ما تقولش كده يا ريس. ده الناس بتشوفني عشان خاطر حضرتك يا عم. بس بطل بقى. ما تقوليش شباب القلب والكلام اللي ما يجيبش ورا ده. ربنا يبارك لنا في عمرك يا ريس. طبعا شرف ليا ان حضرتك بتكون موجود معانا. حبيبي يا ابراهيم. ومحبه الناس اكتر حاجه بتخليني اوطي اكتر يعني، تنحني للناس. تنحني للناس. وانا الفتره الحب ده، وانا الفتره اللي فاتت دي انا مدين لمصر كلها. طبعا مدين لمصر كلها بمعنى كلمه مصر كلها. طبعا مدين فرد شخص. ولو طول كنت الف على الناس ابوس على راسه. دايما صورت طول عمري يقول كده والله العظيم. انا اللي شفته ما شفتوش في حياتي، اللي شفته طول عمري في مواقف كتيره بقول الجمله دي. لو انا لو طول اروح اعدي على كل بيت واسلم عليه واقول له متشكر مش كفايه. صحيح. والله العظيم. صحيح. تقدير الناس وحبهم وحب الناس ده حاجه الحمد لله فضل ونعمه. ربنا يديمها نعمه. ويا رب يا رب دايما يا رب يجعلنا عند حسن ظن الناس بينا يا رب. طيب عندنا خش في الموضوع ده. أيوه. عندنا بقى ايه بقى؟ لا دي ايام حلوه.
يعني طبعا الاهلي وكاس العالم للانديه ويكسب الواحد مزقطط برضه سياتل وبعدين حياه تروح تلعب ريال مدريد ليفل بقى ليفل طبعا مستوى بقى مختلف من كره القدم. خليني اسال حضرتك انطباعك عن الحاله، مش بتكلم بقى هنا فنيا على ماتش من الماتشات، الحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي. لا انا مبسوط حاله تانية حاله مختلفه. لازم كلنا نعرف عشان انا بقى يعني اصلها بطوله استعراضيه مش بطوله استعراضيه، دي مش بطوله استعراضيه دي بطوله حلوه. كل فريق في الدنيا هيلعب ماتش ودي خبرته بتزيد. صحيح. كل فريق في الدنيا بيلعب في كاس العرب خبرته بتزيد، في بطوله افريقيا خبره لعبته بتزيد، في كاس العالم للانديه خبره لعبته بتزيد، مع اوكلاند الخبره بتزيد، مع سياتل الخبره بتزيد، مع ريال مدريد الخبره بتزيد. كل دي خبرات، كل دي فوائد للاهلي وللاعبته من المؤكد يعني. انا شفت جرايد قالت على الاهلي كتير كلام حلو، كل الحاجات دي يعني كلام جميل يعني. بس الحقيقه انا مبسوط من الاداء، مبسوط من شكل الاهلي، مبسوط من ذكاء مارسيل كولر، مبسوط جدا من طريقته في إدارة المباريات المباراتين يعني، مبسوط من التغيير اللي حصل للعيبة في النادي الأهلي، لعيبة مهمة جدا، قد إيه الـ يعني مستواهم اتقدم وعلي بقى، أداء الفريق في شكل جماعي مميز جدا، المسافات قريبة، الهدف الثالث مثلا في أوكلاند من 20 تمريرة ده حاجة صحيح. عظيمة جدا يعني. كل الحاجات دي طبعا مهمة جدا يعني. أنا بعتقد أن المكاسب بتاعت الأهلي كبيرة كبيرة جدا يعني، على من الناحية الصحفية، والصحافة هي من تروج بشكل أو بآخر للحالة. من الناحية الصحفية الدعائية، كيف ترى مواجهة الأهلي مع ريال مدريد؟ يعني هم الجرايد الإسبانية منهم ماركا قالت كلام حلو قوي على الأهلي، قالت ملك إفريقيا، ملك إفريقيا يعني، وقالت على بطولاته. فلما جورنان شهير زي ده يقول على الأهلي ملك إفريقيا، ده حاجة عظيمة جدا. هيواجه ريال مدريد، هيواجه ريال مدريد طبعا. لا كل دي حاجات اثار مهمه قوي للعبت النادي الاهلي. وبعدين لما الفرقه تلعب 22 مباراه في كل البطولات وما تخسرش ولا مباراه، وبعدين تكسب 18 وتتعادل 4، هو ده يعني له قيمه يعني. طيب عندي حاجه بقى عايز اخش في التفاصيل بقى. دلوقتي انت فريق مش معمول حسابك انك هتبقى في كاس العالم للانديه، لان انت ما فزتش اصلا بدوري ابطال افريقيا. فتجيلك الفرصة ان انت تبقى موجود في كاس العالم للاندية، عادة يقولك ايه اللي بيجي سهل بيروح سهل. عايز اسأل حضرتك ازاي الاهلي لما جات له الفرصة بالشكل ده وهو مش من المفترض انه جاهز لها من الناحية الذهنية، ازاي قدر يستعد لها؟ ازاي قدر يقول لا انا مش ده، هي جات كده سهلة فانا هتعامل مع الموضوع انه كده؟ لا مسك في الموضوع قوي، اخدوا الموضوع بجدية شديدة. والغريب هو ليس غريبا على النادي الاهلي، ولكن هو الحاله نفسها ان الاهلي بيعدي الماتش الاول ويعدي الماتش الثاني وموجود في سيمي فاينال هذه البطوله امام ريال مدريد وهو لم يكن موجودا اصلا في هذه البطوله في الوقت ده اللي الاهلي بيقطع فيه المسافه بالسرعه دي. في وقت من الاوقات جمهور النادي الاهلي كان زعلان لانه عايز مهاجم، عايز مهاجم. ازاي يحصل ان انت يبقى عندك القدره رغم انه في نواقص تقطع المشوار ده وفي ليفل مهم جدا، وفي نفس الوقت الجماهير تبقى في ظهرك وتبقى معاك رغم ان هي كان عندها في وقت من الاوقات حاله من دعم؟ الجمهور دايما في ظهر الفريق في كل الظروف، في ظهر الفريق ملايين، ده طبيعي. اي جمهور في الدنيا في ظهر الفريق بتاعه يعني. يعني ده 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 الحقيقه. جمهور الاهلي طبعا واضح قوي مواقفه مع الفرقه طول عمره يعني، على مدى تاريخه على فكره. صحيح. مش حاجه جديده يعني، الجمهور دايما مع الفرقه. بس ما هو الجمهور ايه اللي بيعمل الشعبيه دي؟ بطولات كتير، بطولات بطولات بطولات. وبعدين مواقف على مدى التاريخ. الناس بقى بتقول لك بقى يا عم
هتقعد تكلمنا بقى على الاهلي ونادي الوطنيه والكلام ده، لا ده تاريخ وده متوثق في محاضر مجلس اداره النادي الاهلي في مواقف كثيره جدا، يعني مش هحكيها. اللي عايز يعني الاهلي دايما عايز المستقبل، دايما عايز بطولات وعايز كره حلوه وعايز اداء كويس، واعتقد انه مبسوط، واعتقد انه مبسوط من ماتش اوكلاند جدا، رغم ان اوكلاند مستوى اقل من الاهلي، فرقه ما بتلعبش كوره زي الفرق اللي جايه زي ريال مدريد طبعا، زي سياتل. سياتل احسن من طبعا من اوكلاند. فريق الفرق تعب واضح. الاهلي جدا في الشوط الاول قوي قوي وبدنيا قوي، قوي وصحيح بقاله من شهر اكتوبر ما لعبش ولا مباراه، وربما ده اللي خلى طاقته تخلص في الشوط الثاني، لان اول 45 دقيقة موتوا نفسهم نار 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 يعني بيلعبوا بضغط والاهلي مش قادر يطلع بالكوره، كل ده كان صعب جدا. في الشوط الثاني طبعا الاهلي من اول دقيقة قبل التغييرات كان بيهاجم، قعد 18 دقيقة بيهاجم وعمل التغييرات في الدقيقة 63 كعادته، وكان ليها تأثير طبعا يعني. طيب الجزء الثاني ازاي الاهلي قدر يستعد لكاس العالم للانديه وراح بالشكل ده يعني؟ لا استعد من يعني كمؤسسيا استعد ازاي بالاداره ازاي كل واحد في النادي الاهلي في المنظومه بيعمل شغله، حتى اعلاميا بيعمل شغله، احصائيا بيعمل شغله. الدكتور ايهاب علي المشرف، ودي حاجه عجبتني جدا، ابو عبله لا مش الجهاز الطبي، دكتور ايهاب علي مستشار التغذيه بتاعت الاهلي، ان الاهلي يروح يلعب في كاس العالم للانديه وهو معاه يعني حاجه كده زي روشتة، او ياكل ايه اللعيبه، تاكل ايه وما تاكلش ايه في البرد والضغط المباريات، وده علم مهم جدا طبعا. كل العالم بيتبعه يعني طبعا. فالحاجات شوف دي جزئيه الواحد بتعجبه الحاجات دي، لان احنا انا مشتاق ليها تبقى تفصيل. في الكوره بتاعتنا تفاصيل كل فريق يعني التفاصيل دي يعني. فطبعا لا بعدين استعد بقى فنيا من خلال ماتشات صعبه فيها ضغوط، زي ماتش الاهلي والزمالك مثلا، ماتش صعب صحيح كسبه قبل ما يروح كاس العالم للانديه، فطبعا ده برضو معنويات اللعيبه كانت عاليه يعني. بص الماتش ريال مدريد ازاي، انه الاهلي لازم يلعب ويستمتع ويعمل جيم للتاريخ، بص له ازاي؟ لا بص بقى يعني انا ما اعرفش يعني هحكي لك قصه ممكن سريعه جدا ارجوك. ابويا استاذ نجيب المستكاوي سنه 62 انا كنت عندي عيل صغير يعني طبعا كنت برا الاهرام يعني فقبل الماتش الاهلي وبنفيكا بطل اوروبا في السنه دي كتب في تقديم المباراه بيقول لعادل هيكل حارس مرمى الاهلي في الوقت ده، يا عادل بيهزر معاه يعني ابقى خد العداد معاك. كان في زمان عندنا واحنا اطفال عداد كده اللي هو بالخرز ده الوانه بتاع ده عشان يعد الاجوان يعني مجرد مداعبه يعني. لعب الاهلي الماتش كسر ريال مدريد، كسر ريال مدريد ان شاء الله بنفيكا. كسر بنفيكا وكسب 3-2 طلعت مظاهرة على الأهرام ضد المستكاوي عشان قال لعادل هيكل. طبعا درجات بقى الفرقة الأهلي عادل هيكل أولا واخد 10 من 10 يعني الناس من زمان وهي عندها الحتة ديت يعني بقول لك عادل هيكل واخد 10 من 10 لا أصل الناس من زمان عندها اللي هي ردة الفعل بس إيه بقى يعني 62 كانت مظاهرة تخيل دلوقتي في مظاهرة تانية على تويتر على مش عارف إيه على فيسبوك دي تبقى زفة دي مظاهرات بشكل تاني يعني دي مظاهرات حديثة يعني ف يعني وهتفوا ضده طبعا كتب ايه بعديها تفتكر؟ لا طبعا حاجة اعجاب وطلع بالاهلي السما يعني كسب بطل اوروبا يعني ان شاء الله والله برافو يعني انا ده بيومي يعني برافو يا بيومي والله بيومي انا مش مصدق انك انت عندك ده لا ده بيومي شاطر وايه لقيته فين ده؟ والله ده ماتش الاهلي وبنفيكا عادل هيكل طبعا طبعا دي كوره مختلفه ومستوى مختلف بس عايزين جيل الاهلي كان فيه اعتقد كان دكتور طه اسماعيل صح طبعا كده؟ جيل جيل عظيم يعني بس انا عايز اقول يعني بص للمباراه بالزمن بتاعها والله يا جماعه جمهور زمان شيك شياكه ايوه طبعا ده اللقطه بتيجي على الجمهور تحس ان يعني ها اللي بيبدل اللي بتاع حاجه الناس كلها كانت دكتور طه يا سلام يا عيني بصوا النبي بص الجمال بص الشياكه ايوه طبعا
بدل. ده اعتقد ده مجلس اداره الاهلي وقتها ده ولا مين؟ اه ممكن البدل جمهور. والنظارات السوداء والبتاع والحركات والشياكه. اصل انا برضه ابص على تفاصيل دي، عيني دايما تروح على تفاصيل تانية. 3-2 آه. لا آه يعني آه. بس يعني برضو أسواق الناس في الستينات كانت شياكة. لا لا طبعا شياكة يعني حاجة عظيمة. بس بس خلي بالك ان اللي يبص للمباراة دي يبص لها بمقاييس الزمن بتاعها. ايوه طبعا طبعا، ما يقارنش دلوقتي الكرة بتاع دلوقتي والكرة دي، دي مختلفة مفهوم. يعني مفهوم. انما كان بطل الفيكا، كان بطل اوروبا، فكسب بطل اوروبا، وده ريال مدريد اهو، ده الهدف بتاع سانداي. اه ادي سانداي، ادي سندي، ادي سندي آه. يا سيدي يا سندي، ده كان هيقع بعد الجول كمان. اه طبعا آه. كره يعني مش مصدق يعني نفسه. وهو ما عملش حاجه تاني بعديها ان شاء الله، باص ده والجون والبقاء لله. مش عارف راح فين بعد كده، مفيش بقى. ده ده حسام غالي، بص بقى اهو، واحده 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 واحده، الله العظيم. 3 ايه السلام. طبعا يعني حاجة جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله تحصل بقى، الأهلي يعرف يعملها ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله، الله نتمنى ان يبقى في فوز طبعا، اتمنى طبعا يعني ان شاء الله. بس لازم نعرف ان ده ريال مدريد، دي الحقيقة في يعني هيبقى في شغل كتير جدا اكيد دلوقتي عند مارسيل كولر. استاذن حضرتك التقييمات والتفاصيل والعناوين بعد الفاصل مع نقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي، خليكم معانا. طيب خليني اسال حضرتك يا استاذ حسن، ما هو العنوان اللي تختاره للمواجهه اللي ما بين الاهلي وما بين ريال مدريد؟ عنوان انا غشيت نصه، ملك افريقيا وموعد مع الملكي. حلو حلو كده، حاجه شياكه كده، حاجه في الفخامه كده، حاجه في الصف الاول كده. حاجه شيك يعني. ملك افريقيا طبعا ده ماركه. عجبتني قوي الكلام كمان اللي اتقال على الاهلي، يعني قالوا ايه؟ لا قالوا بطولات، وقالوا ده واخد محتكر افريقيا 10 مرات وفريق 42 دوري ومش عارف كام كاس وبطولاته كتيره وشعبيته وكذا، يعني طبعا كلموا على الاهلي كلام حلو. دول الاسبان يبقى الاسبان دول اهلاويه ولا ايه يعني؟ صحيح صحيح. يعني مش ممكن يعني بجد، يعني ليه الناس ما بتفرحش؟ ليه الناس كلها ما بتفرحش؟ يعني الواحد بيفرح من الكرة الحلوة، من السمعة الحلوة، من من الشياكة، ممثل مصري يعني، من حب الناس، من جمهور المغرب العظيم اللي بيشجع الأهلي في مبارياته، رغم يعني الدراما اللي حصلت للوداد. يعني كل الكلام ده رياضة، رياضة حلوة يعني. صحيح. يلا بينا اتفضل نروح على التقييمات. اعلى بالمزيكا يا استاذ بيومي. ثانية على اقل من مالك يا فندم. محمد شناوي. محمد شناوي. احنا بنتكلم على ماتش سياتل ها؟ ايوه. سبعة. سبعة من عشرة. اللي بعده. محمد هاني. سبعة ونص. والله أستاذ حسن كان جامد جدا. طبعا كويس، مش تسعة يعني. لا لا ما يعني ماشي. متولي. سبعة ونص. ماشي. عبد المنعم. سبعة. هو عامل حاجة غلط عبد المنعم؟ لا يعني ماشي. علي معلول. سبعة. سلية. تمانية. أليو ديانج. تمانية. ماشي. حمدي فتحي. سبعة ونص. بيرسي تاو. اتنين. اتنين؟ أيوة. التحركات اللي الراجل عملها مفيش. ده وان تو اللي بتاع قبل الجون بتاع قفشة. ما هي دي الاتنين. ده الاتنين على دي؟ ده راجل جايب جول ماتش. ماشي. كهربا. خمسة. ماشي. طاهر. خمسة. قفشة. تسعة.
عبد القادر ستة. عبد القادر ده في حاجة غريبة جدا يا أستاذ حسن. عبد القادر ده وهو ماسك الكرة أول لما يمسكها يعمل فنت تقول يا ابن اللعيبة تبقى بص مش قادر. فيعمل الثانية والثالثة. فيعمل الثانية والثالثة ويبوظ الأولانية. فيبقى تحس إن هو عايز يرقص الجمهور والمدربين أيوة عشان كده الستة. فتبقى اللي هو من بعدها بتقول ابن اللعيبة حرام عليك ليه مش كده؟ معقول. ليه كده؟ ما أنت مش معقول. مع إنه حل مهم جدا. والله العظيم أنا نفسي بس أنا نفسي. لازم هو محتاج توجيه. حتة التوجيه قد كده. مارسل. ما حدش هيبقى شبهه. مارسل كولر لازم. حتة التوجيه قد كده. مارسل كولر لازم يحاسبه على اللي له. ما فيش حاجة اسمها الترقيصة الأولى خلاص كفاية وبعدين نخش مع التيم لكن الأولى وبعدين ترجع تاني. ودي كانت مشكلة رمضان صبحي مع فايلر بس فايلر عرف يعالجها بشكل ما يعني. المهم اللي بعده شريف سبعة في نمرة الناس كلها هتستغرب عليها رامي ربيعة. النمرة بتاعت رامي ربيعة دي وأنا عمري ما عملتها. كام؟ تمانية ده لعب دقيقتين. ما أنا عايز أفهمها بقى ليه بقى عمل حتة دين تاكلينج في لحظة من اللحظات الصعبة جدا في آخر المباراة والأهلي متقدم 1-0 10 على 10 يساوي إنقاذ يعني بجد يساوي. كان 10 على 10 أنا عمري عملتها بصراحة. أنا عارف بس يعني التاكلينج ده كان مهم جدا. مارسيل كولر عشر اخيرا بس بقى شفت اخيرا انت بتقول لي اخيرا انا كنت اخيرا كنت بالاستوديو في الاذاعه يعني الراجل ده يعمل اكتر من كده. لا 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 لا, لا استنى بس لا يعني. ايه انت هترجع في النمره لا لا, يعني. لا, 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 لا 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 ما مش هرجع طبعا العشرة دي كمان تقييما لادائه في يعني مباريات كتيره يعني باش. خلينا نقول المباراتين بتاع اوكلاند وسياتل عمل كره كويسه. الشوط الثاني قدام سياتل بجد انا عايز رايي يعني بصراحه يعني انا ما صدقتش ان ده الاهلي اللي كان بيلعب في الشوط الاول حاجه ثانيه خالص وانا سالت سؤال لنفسي يعني هل هو كان عارف ان فعلا الفرقه دي بقى لها 3 اشهر اوت اوف فورم مش فت يعني فطلعت اللي عندها كله في اول 45 دقيقه وسابها تطلع كل اللي عنده وبعد كده ضغط عليها لا يعني تم محاصره سياتل في ملعبه 45 دقيقه الثانيه صحيح وهنا بقى فرق المهارات بتاعت لعيبه النادي الاهلي هي اللي حسمت القصه هي اللي حسمت في المساحات الضيقه سياتل مش عارفين ياخدوا الكوره لكن لو مساحات بيجروا وعندهم ضغط عالي وعندهم لياقه يعني نسبيا يعني بس خلصوا طبعا في الشوط الاول يعني ماذا ما الكوره حلاوتها في الاحلام والطموحات وحاجات شبه ماذا لو فاز الاهلي على ريال مدريد ما هو العنوان اللي سيكتبه أستاذ حسن المستكاوي مباشرة ما أعرفش عنوان هيبقى إيه بس طبعا لا ده حاجة تاريخ يعني ما حاجة هيتفكر لها لأنها تبقى حاجة للتاريخ هو أنا مش بكلمك على الأهلي لما كسب بنفيكا في 62 أيوه تعرف ده كم سنة ده كتير قوي هتعدهم على صوابعك ماشي بس والحقيقه يعني برضو في فرق مصريه كتير ومنهم الزمالك عمل انتصارات كبيره جدا وده اللي عمل ليه شعبيه انا عايز اقول ان في مباريات تاريخيه صح ومن ضمنها الماتش بتاع يوم الاربعاء ماتش تاريخي مش ماتش سهل يعني ماتش صعب طبعا وده ريال مدريد في النهايه من غير كورتوا من غير مش عارف بنزيما انشيلوتي حتى لو قعد وما راحش فريق كبير ما بيفرقش معاك كلام فريق كبير يعني مش صغير يعني استاذ حسن بشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وبتمنى لحضرتك دايما يا رب كل التوفيق والسداد اشكرك يا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل معلوماتي مع ريهام وشوقي وعبد الباسط خليكم معنا جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ولسه موجودين معاكم في جمهور التالتة وجي معادنا مع معلوماتي مع نجومنا اللي مشرفينا ومنورينا سواء من مصر أو من المغرب من مصر
الاستاذه ريهام حمدي. اهلا وسهلا بك يا ريهام، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ابراهيم، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. وابو الشوق، ازيك يا ابو الشوق؟ ازيك يا كابتن هيم، عامل ايه؟ كيف هي الاحوال؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل؟ زي الفل يا حبيبي، الحمد لله. الدنيا كده وسعت من غير عبد الباسط. صح؟ لا يعني والله بص انا شايف انه يعني فرصه خالص. في براح. لو حسيت مكان بارتياح كلنا خلاص. الوقت يعني بتاعنا. يعني هو سكايب ممكن نفصل عنه خالص. خد بالك ممكن تطلعه كل مره في حته. مثلا. ويبقى مبسوط اكتر. مثلا. يعني وعارف بقى هي الميزه في ايه دلوقتي؟ ان هو مش موجود، هو موجود معانا من فين؟ من المغرب. من المغرب، فممكن نقطع عليه في اي لحظه. بس كده. معلش النت بقى بتاع النت علق اصلا. مع ضيق الوقت. وبنعتذر لحضراتكم وحاجات زي كده. خلونا نرحب بعبد الباسط. يا باسط مساء الفل. ده كله نجم يعني ينفع. عشان تعرف بس قد ايه زمايلك بيحبوك. شعبيتك يا ابني بقت جارفه. ده يعني ظهر لي دي نمره واحد. نمره اتنين انه وش حلو على الكوره لما بسافر مع حد بيكسب عشان السمعه اللي كنت عاملها لي. نمره تلاته واخدين براحه اهو. والله بص الدنيا بقت واسعه، بس احنا كمان كبرنا، جبنا ترابيزه كبيره. ترابيزه جديده. ما خدتش بالك بس الموضوع ان انا بسافر وش حلو؟ لا ما خدتش بالي عشان انت جبت اجل منتخب مصر. ما تخلناش بقى نتكلم عشان لو فتحت اجيب التاريخ. لا خلاص يعني مشيت معاك بس في الاهلي يعني. بس انت جبت اجل منتخب مصر. ماشي، عندها كلام وعندها تفاصيل كتير النهارده مع نجومنا في معلوماتي. البدايه كالعاده طبعا مع ريهام، ما ينفعش حد يبتدي قبلك يا ريهام، اتفضلي. شكرا جدا يا ابراهيم، اتفضلي. خلينا نتكلم في اهم حاجه عند جماهير النادي الاهلي في الوقت الحالي وهي كهربا. طبعا جلسه الاستماع حصلت ما بين دفاع كهربا وما بين نادي الزمالك. هنتكلم مع بعض عن التفاصيل اللي حصلت خلال جلسه الاستماع دي. مبدئيا كهربا طبعا طلب، او هم بيستندوا في الدفاع بتاعهم على الجواب اللي وصل لاتحاد الكوره يوم 26، وان المفروض يبقى فيه ثلاث فترات قيد على وقف اللعب. دي من ضمن الحاجات اللي استندوا ايه عليها. الحاجه الثانيه اللي اتكلموا فيها ان شكوى الزمالك كان المفروض ان هي تحترم الجواب بتاع الفيفا، وان هم لما يتقدموا بشكوى جديده يتقدموا بعد الثلاث فترات قيد دول. تمام، دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه ودي المهمه، ان اللاعب ابدى حسن نيه بان هو ناوي يسدد او يدفع $500,000 كاش من البدايه على طول في الوقت الحالي، يعني يقدر ان هو يسددهم. بعد كده المفروض ان هو طلب ان هو بعد ثلاث فترات القيد اللي جايين يكون يسدد فيها يعني نصف الغرامه بالكامل. هنا بقى في جزئيه جديده جدا واللي انا هتكلم معاك فيها، وهي النادي البرتغالي. انت عارف ان الغرامه تضامنيه، يعني المفروض ان هي كانت بين اللاعب وبين النادي الايه البرتغالي. دفاع اللاعب اكد ان المفروض ان النادي حتى بالرغم من ان هو افلس بس عنده اصول وعنده لعيبه يقدر ان هو يبيعها، فبالتالي عنده مصادر دخل تانية يقدر ان هو يسدد منها الجزء بتاعه من الغرامه اللي هي عليه مع اللاعب، يعني مع كهربا. وان بالرغم من اشهار افلاس النادي، الا ان النادي في الوقت الحالي في حد عايز يشتري نادي، في مشتري للنادي البرتغالي جديد في الفتره الحاليه، فبالتالي هم شايفين ان في دخل هيدخل للنادي البرتغالي خلال الفتره اللي جايه، وفي مخاطبات ما بين اللاعب والمحامي بتاعه مع النادي البرتغالي علشان تكلفة يعني بتاعت الجزء بتاع الغرامة بالظبط خلال الفترة الحالية. ودي كمان ذكروها في خلال جلسة الاستماع مع الفيفا. لحد دلوقتي طبعا انت عارف ان مفيش اي قرار طلع خالص في الوقت الحالي، لكن هم عاملين حسابهم كويس جدا ان مفيش اي قرار ممكن يطلع قبل شهر 8 او 9 اللي جايين، وان لو حتى صدر قرار زي ما اكدت معاك هم بيأكدوا برضو على الجزئية دي ان هم هيقدروا ان هم يستأنفوا في كاس، فبالتالي حتى لو اتوقف اللاعب هيتشال تاني الايقاف لحد ما يصدر قرار جديد فيها. يعني شوقي عايز تعلق على حاجه عندك؟ بص احنا كان عندنا عندك معلومه تانية مختلفه. لا هو بص احنا كده كان في خبر عن موضوع كهربا. طب يلا برضو نتكلم في نفس السياق. يلا بص انا مش هختلف كتير مع ريهام، كلام ريهام تمام، بس هي بتجيب معلوماتها من الجزء الخاص بيها، المصدر الخبري بتاعها النادي الاهلي، وانا بحاول اوصل من داخل نادي الزمالك. صحيح، التاكيدات اللي جايه من داخل نادي الزمالك ومن محامي نادي الزمالك تمام. مبدئيا دي ما كانتش جلسه استماع، دي كان اجتماع لجنه تاديبيه او انضباط، بناء عليه ما كانش في مندوب من الزمالك تمام. دي نقطه اولانيه. اللاعب قدم الدفوع بتاعته، ولكن قدم الدفوع بتاعته في ورق، مش مثلا ان هو فيديو او الكلام ده كله. الجزء الخاص اللي بياكد عليه الزمالك ان العقوبه الماليه لا مساس عليها، يعني ما فيش حاجه اسمها ان يتم التقسيط، ولا في حاجه اسمها انه يتم مثلا خصم جزء او تدفع جزء او الكلام ده كله، لسبب ان انت ما بتيجي تعمل حاجه زي كده في منطوق الحكم اللي موجود من المحكمه الرياضيه، هو انه لازم
تسوي مع نادي الزمالك. وكنت كذا مره اتكلمنا في موضوع من بدري ان كان وقتها اللاعب عرض عروض تقسيط على الزمالك والزمالك تمسك بالموضوع ده وقال لا الزمالك تدفع الفلوس كلها حتى قبل ما تطلع عليه. ان هو عايز يقسط على 5 سنين، انا نسيت اقول الجزئيه دي، ان هو طلب فعلا المره دي كمان ان هو يقسط على 5 سنين. فانت اصلا لو هو ما كانش اتفاقه اصلا ان لو هو كان ينفع ان هو ما يروحش للزمالك كان يروح مره واحده للفيفا زي ما بيعمل دلوقتي كان عمل كده من المره الاولانيه. لا هو اللاعب بيحاول زي ما بيقولوا يشرح الموضوع من وجهه نظره من ناحيه انسانيه، لكن وفقا للوائح وفقا للتاكيدات برضو انا بشرح من الموضوع وجهه نظر الزمالك وجهه نظر نادي الزمالك برضو من مصدري وإيهاب بتظهر تشرح من النادي الاهلي انه دي عقوبه. الاجتماع لجنه التاديب ده بتبقى عقوبه مالهاش علاقه بالفلوس، الفلوس نون تاتش اتقالت لي كده باللفظ، ما ينفعش لا مساس ليها، ما ينفعش انك اصلا تقول الفلوس مثلا 2600 ولا بقى 2600 وشويه ماشي، يبقى لا الفلوس هيجي ناحيتها ولا التقسيط انت بتقول من وجهه نظرك مفيش تماما والزمالك مفيش حاجه خالص. ان انت لو كنت انت عايز تعمل كده كنت انت تتفق مع الزمالك والزمالك يوافق على التقسيط او التسويه بشكل او باخر. عندك معلومه الزمالك هيوصل له امتى القرار؟ المعلومه اللي تاكدها محامي الزمالك انه من الاجتماع كان يوم الخميس اللي فات تمام من اسبوع ل 10 ايام من اصدار القرار من الاجتماع من الاجتماع ده هيتم اصدار القرار، والمنتظر القرار اللي جاي من الزمالك انه هيتم هيبلغوا اللاعب انك ادفع الفلوس خلال 30 يوم ده اللي بيتقال، يعني خلال 30 يوم لو انت ما دفعتش هتتوقف، بناء عليه بعد كده اللاعب يقدر ان هو يقدم الاستئناف للكاس. صحيح. طيب خلونا نروح لعبد الباسط علشان يقول لنا برضو الكواليس والاخبار. عبد الباسط اتفضل. في البدايه خليني اقول لك سريعا كده قبل ما ادخل في اخباري انه بعثه النادي الاهلي النهارده اتحركت من طنجه جت على الرباط، وهم اللعيبه النهارده اللي اتدربت اللي ما كانتش لعبت في المباراه، والتدريب بتاعهم برضه ما كانش تدريب، كان تدريب خفيف يعني. النهارده عرفت كده من مصادرنا انه الجامعه المغربيه او الاتحاد المغربي لكره القدم طلب من النادي الاهلي اعلام النادي الاهلي علشان خاطر يوزعها على الجمهور المغربي اللي هيؤازر الاهلي امام ريال مدريد في المباراه بتاعه يوم 8. هنا بدا تكثيف لدعم النادي الاهلي كتير جدا بعد خروج الوداد، وان المغاربه بيتعاملوا ان الاهلي اصبح ممثل ليهم في هذه البطوله مع الهلال طبعا، وان كان بس مواجهه الاهلي والوداد هي الاهلي وريال مدريد هي الاهم يعني. ده بالنسبه للنادي الاهلي. ادخل لاول خبر معايا وهو الموضوع القيد بتاع نادي الزمالك. وخليني اقول لك انه بعض التفاصيل الجديده جدا في هذا الامر يعني، الا وهي اتحاد الكره دلوقتي بيرتب ورقه من جديد، فهم بيجهزوا ملف تحسبا لشكوى نادي الزمالك، وبيجهزوا ايضا الملف ده تحسبا لو هم حتى ايدوا اللعيبه وجه البعض يطعن على اجراءات القيد. اهم هذه الامور اللي جهزها اتحاد الكوره انه محضر ان هو الخطاب اللي بعته يوم 21/12 واحد بالتواريخ، خليك مع ابراهيم لانه الحاجات دي هتبقى مهمه بعدين. 21/12 بعد خطاب نادي الزمالك بيقول له انت عليك فلوس مديونيه بتصل الى 70 مليون جنيه، فلازم تأيد، لازم تيجي تدفع وتقنن الوضع بتاعك علشان خاطر تعرف تأيد لعيبتك في شهر يناير. طيب يا جماعه، طب بالنسبه الزمالك جاب شيكات، ليه ما خدتوش بالشيكات بتاعته؟ لانه قالوا الصفقات اللي تم قيدها في الصيف اللي فات الزمالك دفع 28 مليون جنيه بنفس الشيكات بنفس البنك ولكنها ارتدت، يعني الشيكات اترفضت، فكان من الطبيعي ان انا ما اقبلش الشيكات تانيه فتره الانتقالات اللي بعدها بنفس الامر. انا بوضح لك ده الملف اللي اتحاد الكوره بيجهزه يعني. ماشي. اتحاد الكوره كمان قال انه انا في ظل هذه الظروف كنا عايزين يبقى في مرونه ونحل الامر، ولكن احنا اضطرينا ان احنا نعمل ده علشان خاطر احنا بعتنا خطابات للانديه والنادي الوحيد الذي لم يلتزم هو نادي الزمالك. ده فيما يخص اتحاد الكوره. طيب الوضع في اتحاد الكوره دلوقتي في انقسام شويه، لانه البعض بيرى انه في مصلحه 3 لعيبه، في مصلحه نادي ما كانش ينفع تقف بالطريقه دي، خصوصا ان هم عارفين ان حسابات النادي محجوز عليها. فكان اداره الزمالك عرضت، وده حصل خلال اجتماعهم باتحاد الكوره، على اتحاد الكوره بخطاب موقع واقرار انه سيف الجزيره هيجي له 300,000 دولار لنادي الزمالك نتيجه مشاركته مع منتخب تونس في كاس العالم. احمد معلش، الملف ده كله كل الناس عارفه القصص المتعلقه بكده، بقى لهم فتره القصه دي دايره ما بين الاتحاد وما بين الزمالك. اديني الخلاصه، انا عارف ان عندك الخلاصه. الخلاصه انه دلوقتي الانقسام جه من حته سيف الجزيري اللي انا لسه بقول لك عليها، انه 300,000 دولار يعملوا 10 مليون جنيه، فكان يا جماعه احنا الطبيعي نأيد اللعيبه
طب دلوقتي هل ينفع يتأيد اللعيبة؟ اه ينفع يتأيد اللعيبة، والكاف هيبقى ليه علاقة، الكاف هيتكلم شوية بس احنا هنقول له ده كانت اللعيبة على السيستم وفي هنا اجراءات عملناها تخوف اتحاد الكرة لو ما فيش اي مشكلة من ردة الفعل، ومش خايفين من ردة الفعل اللي ممكن تحصل من بعض الاندية من الجمهور من كانوا ايدوا اللعيبة اوتوماتيك وهم يقدروا يخلصوا هذا الامر. والقرار في الاول وفي الاخر هو قرار مجلس ادارة، يعني يقدر مجلس الادارة يتخذ قرارا وانه الكاف يوافق عليه، بس فيما بعد هل الموقف دلوقتي عليه ولا لا؟ الموقف دلوقتي الموقف دلوقتي معلق معلق معلق، بس هي دي النقطه اللي عايز اوصل لها، ان احنا من يوم الثلاث لحد النهارده كل الكلام ده يدور في الكواليس، انما لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لا شيء جديد على الملف كله، مظبوط كده يا احمد؟ مظبوط. وخليني اقول لك ان الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره مصمم على موقفه ومصمم على عدم كد هؤلاء اللاعبين. يعني استاذه ريهام اتفضلي. كواليس معسكر طبعا النادي الاهلي في المغرب وكولر واللي بيعمله مع اللاعبين، خلينا نتفق بس ان في الاول كولر فارض انضباط على المعسكر يا ابراهيم، يعني اللي هو كل حاجه بحساب وكل حاجه متحدده وكل حاجه بتتعمل تقريبا بالمسطره، يعني مثلا قبل المباراه بيكون محدد من اللعيبه الاساسيه اللي هتلعب او من الاحتياطي مين اللي هينزل يشوط الضربات الثابته، مين من ناحيه اليمين هيشوط، مين من ناحيه الشمال هيشوط، مثلا لو ضربه ثابته مين اللي شوط ضربات الجزاء، الحاجات دي كلها محددها جوه الملعب او مجهزه حساب وعقاب، ولو انا كلفت مثلا لاعب بثلاث او اربع مهام جوه المباراه بعد المباراه لو انا يعني حققت اثنين بس من الطلبات بتاعه المدير الفني بيتحاسب على الباقي، انت ليه ما حققتش اكتر من كده من اللي انا طالبه منك يعني في الحاجات الثانيه دي. المعسكر نفسه يعني انا عايزه اقول لك ان في بعض الاوقات ما بيسمحش ان اي حد يكون موجود حتى على ترابيزه الغداء مع الفريق، يعني اللي هو اي حد بره الفريق لا احنا عايزين نبقى في تركيز وعايز الفريق بتاعي يكون متواجد لوحده مع اللعيبه لوحدها، ما فيش اي حد يكون متداخل حتى معاهم على التدريبات، في بعض تدريبات ترفيهيه كده بيعملها لهم حاجات كده يعني فاني بعد التدريب سواء بايد كور لعب حاجات من دي يخفف بيها على اللعيبه الضغط شويه اللي حاصل طبعا من البطوله، حتى ركوب العجل والحاجات دي كلها بالاتفاق مع المدير الفني اللي هو عامله كل اللي انتوا عايزينه وانبسطوا بعد التدريب بتاعنا ما يخلص. في حاجات تانية بيعملها مثلا، يعني انا عايز اقول لك ان فاكر فيديو التورته اللي اللعيبه نشروه ده ما اتنشرش غير بعد موافقه كولر بالمناسبه، اللي هو انا موافق انشره بقى كل حاجه بتحصل كل حاجه يعني بالظبط بميزان يعني زي ما بيقولوا. طيب قبل ما اروح لشوقي تقدروا تسالوا ريهام وشوقي وعبد الباسط اي سؤال انتوا عايزينه، الهاشتاج بتاعنا هو جمهور التالتة، اي سؤال انتوا عايزينه هتبتدوا بقى عندك معلومه عن، فخلينا نشوف الاسئله اللي انتوا هتبعتوها وانا هقراها ان شاء الله باذن الله في الجزء الاخير. اسال ريهام شوقي عبد الباسط في معلوماتي، هتحط الاسئله تحت هاشتاج جمهور التالتة. يا ابو الشوق اتفضل. بص يا هيمو، برضو واضح ان الامور متشابكه، المره دي مش مع ريهام، المره دي ماليش علاقه بالمعسكرات، نخش على عبد الباسط. مع عبد الباسط تمام. في الوقت الحالي احنا بنشرح برضو الجديد موقف الزمالك، يعني في بعض الامور الخاصه بموقف الزمالك. الزمالك في الوقت الحالي هو ماشي على ناحيتين. الزمالك من وجهه نظره من الاول هو اصلا شايف انه يعني دي ازمه بدون لازمه واللعيبه كده كده اتايدت تمام، والزمالك شايف انه اصلا اللعيبه اتحطت على السيستم وان اتحاد الكره هو المتعنت لسببين. اول سبب قالوا عبد الباسط انه في خطاب راحي 21 ديسمبر، هو الزمالك اللي يعني 22 ديسمبر الزمالك بيتحدى اتحاد الكره وبلغ اتحاد الكره انه ما جالوش خطاب، وقال ان الميل ما جالوش حاجه، وتاني حاجه ثانيه لما سالوا اتحاد الكره قال لهم احنا بعتناه على الفاكس. الزمالك قال لهم المفروض ان الفاكس لما سالت ما في حاجه اسمها ايصال ارسال، قال لهم طلعوا لنا ايصال الارسال ده، احنا كزمالك ما استلمناش حاجه. بالعكس كان يومها جه خطاب واحد بس كان ليه علاقه بالناشئين، ما كانش ليه علاقه بالمديونيه الانديه تمام. جزء ثاني الجزء الخاص بالمديونيه او ايقاف القيد، الزمالك شايف ان اتحاد الكره ملوش حق او ليه سلطه في انه يوقف القيد لانه ما فيش عقوبه انضباطيه على الزمالك عشان توقف القيد، يعني المحكمه الرياضيه ما بتوقف القيد على النادي بيبقى عليه نزاع مع طرف سواء لاعب او نادي. بالاضافه انه البيان اللي هو اتحط يوم 3 يناير على الاكونتات الرسميه لاتحاد الكوره اولا ما جاش منه خطاب للزمالك، وحتى البيان نفسه مطاط قال تسويه المديونيه لعدم وجود اي معوقات في القيد مش ايقاف قيد، يعني ما قلتلكش ان انت لو ما سويتش مش انك تدفع كل مديونيتك. فبناء عليه الزمالك شايف انه موقفه سليم. اللي حصل جديد الزمالك بعت خطاب النهارده لاتحاد الكوره، الناس كانت مقتنعه ان الزمالك النهارده يروح اتحاد الكوره يقول لهم هاتوا الايه يعني هدفع فلوس وحل الموضوع. الزمالك بعت قال لهم انا عايز كارنيهات اللعيبه بتاعتي،
ما انتوا اصلا الموضوع بقى القيد بتاع الموضوع خلص اصلا. انا بالنسبه لي انتوا ما بعتوليش اي حاجه رسمي، ابعتوا لي بقى خطاب رسمي وقولوا لي فيه انتوا واقفين للقيد او انتوا مانعين من القيد. ليه؟ لانه الزمالك في نفس الوقت هو شايف وفقا حتى لكلام عبد الباسط انه الكلام اللي بيتقال نادي الزمالك ان الموضوع هيتحل وان الزمالك اجراءاته سليمه وان موضوع سيف الجزيري اصلا كان يعني خلاص ده تعهد، ان كده كده الفلوس بتتباعت على اتحاد الكوره، فانت كده كده هتاخد جزء من مديونيتك. طيب تمام. يبقى الجديد النهارده انه الزمالك بعت خطاب لاتحاد الكوره قال له عايز الكارنيهات. عايز الكارنيهات، انا اصلا ما عنديش مشكله. يعني اصلا انا ما عنديش مشكله، وموضوع تسويه المديونيه انا من يوم ما جاليش اي خطاب من اخر يوم كان موجود فيه امير مرتضى منصور مشرف عام على الكوره في شهر 7 اللي فات مع استاذ جمال علام وعمل فيه تسويه، من بعدها ما جاليش ولا خطاب، والزمالك بيتحدى ان يكون جاله خطاب ماشي. او حتى ايصال استلام. موقف الزمالك الاخير في حاله انه حصل واتحاد الكوره يعني زي بقول لك ايه رفض القيد، الزمالك بيجهز القضيه بتاعته وهتروح للمحكمه الرياضيه الكاس تمام، وهيتم وصف الموضوع قهر وتعسف رياضي. المصطلح هيبقى قهر وتعسف رياضي لانه هيشرحوا فيه كل الامور اللي فاتت، وهيتقال ان الموضوع اتقلب بشكل شخصي مع رئيس نادي الزمالك، وده اللي خلى المشكله حصلت ما بين الطرفين. ولكن في الاخر الكلام اللي جاي من نادي الزمالك ان المؤشرات انه الموضوع ممكن يتحل زي ما عبد الباسط بيقول، واضح انه الكلام بدا يختلف شويه بعد ما كانت اللهجه 100% ما فيش قيد. لا الكلام دلوقتي ان هو اصلا كده كده الزمالك شايف انه اصلا كده كده هو مقيد وحط لعيبته على السيستم، الناقص اصدار الكارنيهات. ماشي الكلام. عبد الباسط خليني خليني اسالك، انا عارف ان انت هتجيب لي الزتونه في موضوع عصام الحضري، هو ده الخبر اللي معاك ولا ده خبر تاني؟ اه ده الخبر اللي معايا. ما انا عارف هتكلم عليه. احساسك شوقي بس جاي الاشتباكات دي يا شوقي، الدنيا مش مستاهله. انا سامع يقول لك يا شوقي الدنيا مش مستاهله. لا خلاص احنا اهلي يعني. بس احنا بينا شويه معايا وشويه معايا 12 سنه يعني. طيب بالنسبه ل انا بس عايز اقول حاجه، انه الشباب بيجتهدوا جدا جدا، كل واحد صادق مع حضراتكم بيقول لكم هو بيوصل للمعلومه منين، اذا كانت ريهام فاكيد مصادرها هي في الاهلي، ولذلك احنا لما الفقره دي اتبنت على انه كل من نجومنا بيروح للمصادر اللي بيتكلم فيها عن الاهلي، ففي القضايا اللي بتبقى شبه كده اكيد كل واحد هيبقى بيدور في النادي اللي بياخد منه المعلومه، فريهام هتلاقيها في قضيه كهربا بتدور من الاهلي. هيبقى عندك ميزه كويسه ان انت هيبقى عندك شوقي فهيدي لك القصه ناحيه الزمالك، عبد الباسط في مساله القيد هيديها لك من اتحاد الكوره، شوقي هيشرحها لك من الناحيه الثانيه في الزمالك. كل دي مصادر ومعلومات بنحطها قدام حضرتك، وحضرتك في الاول وفي الاخر انت اللي بتحكم على اللي انت بتشوفه من وجهه نظرك. اتفضل عبد الباسط. موضوع عصام الحضري وانه الجانب السوري اعلن انه عصام الحضري مدرب للمنتخب قبل ما الاتحاد الكره يعلن، وفي النص بينهم اتحاد عصام الحضري طلع بيان يعني. ولكن خليني اقول لك، هل في اسباب دفعت عصام الحضري للرحيل؟ اه في اسباب دفعت عصام الحضري للرحيل، وده من خلال يعني تواصلنا، انه عصام الحضري بالنسبه له عنده اسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار. السبب الاول هو مش راضي على الموضوع كله، هجاوب لك على كل الاسئله الناس بتسالها. هو مش راضي على الموضوع كله من اوله لما نزل المنتخب الاول المنتخب الاولمبي، وممكن حد يقول ان هو كان يرفض وما يمسكش المنتخب الاولمبي، ما كانش ينفع ان هو يرفض في هذا التوقيت يعني. نمره اثنين عصام الحضري. ثانيه واحده، وما الفارق بين الرفض والرحيل دلوقتي؟ ما هي هي يعني الرحيل دلوقتي هو رحل لمدير فني هو بيحبه وبيقدره، لعب معاه كاس عالم هو كوبر، رحل لمنتخب اول مش منتخب اولمبي، فهو شايف ان هو ده وضعه الطبيعي، شايف انه في بعض التعنت. انا بقول لك من ناحيتين، من وجهتين النظر هقول لك الاثنين يعني. انه كابتن عصام الحضري شايف انه الفتره الاخيره بيتم تهميش دوره داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل كبير، تصدير ازمات ان في بينه وبين الراجل مشاكل ميكالي، وهو ما فيش حاجه من الكلام ده خالص. الحاجه الثانيه هو شايف، وانا خليني اقول لك انه يمكن الكلام ده حتى لو عصام الحضري نفسه طلع اتكلم هيقول هذا الكلام يعني، فعشان نقتصر الطريق هذا الكلام من عصام الحضري شخصيا، انه يكفي انه بيقول انه بيجي له دعوات من الفيفا انه احد اساطير القاره الافريقيه وبتروح لاتحاد الكوره او تهنئه بعيد ميلاد او بيشوف ناس بينزل لها الحاجات دي على الموقع الرسمي لاتحاد الكوره، بيقول انا ما حدش بيعرفني يعني، انا بيجي لي انا شخصيا. فانا شايف ان في حاجه مقصوده في هذا الامر. كمان لما كان يروح تحليل المباريات واللي الناس بتتكلم عليه، هو قال انا قدمت طلبات واخدت اذن مسبق من الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب، وانه هذا التحليل كنت بسافر
زي ما كان كلاتنبرج بيسافر، وكنت بتنازل عن فلوسي عن هذه المده يعني اللي هو بيسافرها، عن عدم استئذانه من مجلس الاداره. هو برضو يعني هو لما بيسافر هو بيبقى عارف ان ده يتخصم منه، هما ده هو بيمضي على خصم هذا من مرتبه يعني هو بيمضي. ده مش سبب من الاسباب اللي اغضبته انه اتخصم منه؟ اصله ملوش حق يعني، اذا كان هيروح يحلل الماتشات وهو بيحلل الماتشات سواء في كاس اسيا او حتى كمان في انا بكلمك بالانصاف، وانت عارف كويس ان انا بحب عصام وبحترمه قد ايه، ده نجم كبير، لكنه الانصاف بيقول ان انا لما اكون رايح احلل ماتشات كاس عالم او رايح احلل ماتشات كاس اسيا اكيد دي اجازه، والاجازه ديت محدش هيدفعها له، هو اللي هيدفعها وبالتالي تتخصم من مرتبه. هل ده هو اللي مزعله ولا لا؟ الله ينور عليك. عشان نلغي القصه دي خالص، هو خليج هو اللي قدم الطلب، يعني هو اللي قدم الطلب للكابتن محمد بركات، قال له اخصم مني الفتره دي علشان يوافقوا له، فوافقوا له في هذا الامر مقابل ان هم يخصموا له، فكان بناء على رغبته. الحاجه الثانيه، هو قعد مع ميكالي وعرفه بما انه هو المدير الفني، وبالمناسبه اللي جاب الحضري للمنتخب الاولمبي هو ميكالي مش مجلس الاداره، لانه كان على علاقه احد مساعديه وكان بيدرب معاه وهو مدربه في السعوديه، فهو اللي كان توسط وجاب عصام الحضري. هو استاذنه وبناء عليه ميكالي كلم الكابتن محمد بركات وخلاص، وشافوا لها تخريجه، ولكن دون اذن، وزي ما خرجت كده هو هيطلع يرد على هذا الامر، بس احنا قلنا نسبه، ولكن اتحاد الكره دلوقتي في الناحيه الثانيه قال ان هو مش هيتعامل معاه خلاص. خلاص، وما كانش ينفع الحضري يمشي، وبالنسبه لنا احنا هم بيفكروا، ولكن على الترتيب، على الترتيب كابتن طارق سليمان، كابتن احمد فوزي، كابتن احمد ناجي، هؤلاء هم الثلاثه المرشحون ان هم يكونوا احدهم موجود مع المنتخب الاولمبي. عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا، هنرجع لك تاني، هنروح بس الفاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين معاكم في معلوماتي. طيب انا عندي بالظبط 5 دقائق، في ال5 دقائق دول هستعرض الاسئله بتاعت حضراتكم، هاخد اجابات سريعه من الثلاثي المتالق رهام وشوقي وعبد الباسط. السؤال الاول لعبد الباسط، طلع عبد الباسط بقى هنا، يا باسط ما تبصش للسقف والمروحه، خليك معانا. ماشي يا جمال الستاره اللي جنبك يا جدع. جناح والله، جناح والله، اه واضح فعلا، ده كورنر يا حبيبي، دي اسمها زاويه. إياب غالي بيقول لك عايز اسال حقيقه تحقيق جمهور المغرب لدخله عربيه في ماتش الاهلي وريال مدريد، عندك معلومه؟ لا، كل المعلومه اللي عندي انا قلتها حتى في الاول، موضوع الاعلام اللي طلبوها النادي الاهلي فقط، دي اللي عندي بس. ماشي. عمرو زيدان بيسال موقف بالحاج ومنسي وشبانه في اتحاد الكره والزمالك، ده سؤال لشوقي عباسط، هما الاثنين جاوبوا على الجزئيه ديت. سؤال لشوقي، عندك معلومه بند امام عاشور في حاله الرجوع لمصر؟ لا ما فيش يعني بن مصر، لا الاتفاق هو اتفاق انه يرجع على الزمالك. هشام، هل يؤثر غيابات الملكي على الفريق، وهل الاهلي عنده اي اصابات؟ لا، الاهلي ما فيش عنده اي اصابات، السكواد بتاعه كويس. الغيابات اكيد هتاثر طبعا، يعني بنزيما هو هداف الفريق وهو المهاجم بتاعه، يعني من غيره انتوا شفتوا النهارده الماتش بتاع مايوركا، يعني ولا جون ولا عرفوا يسجلوا ولا يعملوا حاجه، فاكيد الغيابات هتاثر طبعا. يعني محمد وائل بيقول هل الاهلي قادر على الفوز بمونديال الانديه؟ والجزء الثاني الاولاني ده يعني خلينا نخش الثاني، بيقول لك ديانج عنده عرض من برشلونه، سمعت حاجه زي كده؟ لا مفيش. لا طيب، عبد الرحمن ابو زيد، الزمالك محتاج مدافع، هو النادي الوحيد في مصر اللي مفعل قائمه الانتظار وضع فيها محمد عبد السلام، ايعقل هذا ولا عشان كان رايح الاهلي ببلاش؟ ده عبد الرحمن ابو زيد، وبيقول السؤال لعبد الباسط، ممكن شوقي عبد الباسط الاثنين يجاوبوا. محمد عبد السلام ما كانش فيه كلام خالص بينه وبين الاهلي، واللاعب انتقل لنادي فيوتشر وفسخ عقده بالتراضي في اخر يوم من الانتقالات، وبناء عليه محمد عبد السلام ما كانش عنده اي عروض من النادي الاهلي خالص. لا عمار محسن بيقول هل الاهلي هيعمل صفقات تاني ولا لا؟ لا خلاص، الميركاتو خلص اصلا. ماشي الكلام. عبد الباسط، هل عندك معلومه الدوري هيخلص ميعاده ولا لا بعد التاجيلات اللي حصلت؟ ممكن يترحل 15 يوم بالنسبه للدوري، وبالنسبه لمحمد عبد السلام هي معلومه شوقي صح، الزمالك فسخ، بس المعلومه اللي عندي انه محمد عبد السلام يوم 17 يناير قدم طلب لاتحاد الكره بفسخ التعاقد مع نادي الزمالك، علشان هو كان في الويتنج ليست، قائمه الانتظار بتاعت نادي الزمالك، وبناء عليه لما اتحاد الكره اخطر الزمالك، الزمالك فسخ عقده في نهايه الموسم علشان ما بقاش فيه مشاكل. ريهام، عندك معلومه هل برونو سافيو هيرحل عن الاهلي؟ ده مصطفى عثمان. انا قلت ان كولر مش عايز برونو، وان بنسبه كبيره اخر الموسم برونو مش هيكون موجود مع الفريق، يعني الا طبعا لو حصل اي حاجه مستجدات خلال الفتره دي.
شوقي، مين اللي هيقود مباراه الغد، بيريرا ولا اسامه نبيه؟ هما الاثنين هيبقوا موجودين، ولكن الاعتماد الاكبر هو على كابتن اسامه نبيه، وده كان برغم من مستر فيريرا ما اتكلم مع كابتن اسامه نبيه قال له انا كنت بعيد عن الفرقه حوالي اسبوع 10 ايام، انت كنت موجود فيها بشكل اكبر، انا هيبقى دوري زي استشاري، لكن الجزء الفني واختيار معظم الامور الخاصه الفنيه بالمباراه هتبقى من كابتن اسامه نبيه. زياد اسامه بيقول لك هو ليه حسين شحات ما شاركش في الماتش اللي فات؟ هل عشان هل بسبب غضبه عند خروجه من المباراه؟ ده زياد اسامه. اطلاقا خالص بالعكس، على فكره كولر معجب جدا باداء حسين خلال الفتره اللي فاتت، واتكلم معاه واثنى على ادائه معاه في المباريات الاخيره يعني، فما فيش اي غضب، هو بس كولر عنده سياسه الروتيشن وبيستخدمها تقريبا من اول ما وصل للاهلي وموجود يعني. حسن عبد الكريم، في قرار بالنسبه للجنه الانضباط بخصوص كهرباء او بخصوص اي من الشكاوى المقدمه اليها، اصلا لجنه الانضباط موجوده على عبد الباسط ولا لا؟ لا، لجنه الانضباط الداخليه لا، ما فيش اي حاجه تخص هذا الامر، والامور معلقه، وبعد من تم استدعائهم ان هم يحضروا ما حضروش اصلا، فبالتالي كل الامور معلقه. اما لجنه الانضباط الخارجيه وخاصه بكهرباء، وارد بكره او بعد يوصل قرار بخصوص كهرباء يعني. طيب هختم، وكل واحد فيكم نص دقيقه لو عنده اي معلومه ما تسالش فيها عايز يقولها يعني بسرعة. ممكن اتكلم على القندوسي، لان في كان ناس كتير جدا. في ناس كتير كانت بتقول ان هو هيروح لبعثه النادي الاهلي في المغرب وكده، لا هو هينضم للتدريبات هنا بعد عوده الفريق لمصر، هو كمان هيجي وينضم للتدريبات هنا في مصر على طول. شوقي، بعد المفروض انه خلال الساعات الجايه هتبقى في جلسه ما بين مستر فيريرا مع امير مرتضى منصور وكابتن اسامه نبيه عشان يحددوا مين المساعدين الاجانب اللي هيبقوا موجودين في الفترة الجاية، بس هو المنتظر يبقوا مش موجودين الا بعد مباراة شباب بلوزداد، يعني حتى الان لغاية مباراة شباب بلوزداد مفيش حد موجود، والاسامي اللي اتطرحت اعلاميا دي كانت مجرد اقتراحات، لكن مفيش حد تم استقرار عليه سواء مدرب احمال او محلل اداء. عبد الباسط، قد نرى بعض الاستقالات داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، سواء اعضاء مجلس ادارة او موظفين بمبنى الجبلية. يعني انت قاعد كل ده وجاي في اخر ثانيه وجاي تقول لنا قد نرى بعض استقالات في اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره والموظفين؟ بقول لك ايه، وحزلقوم ومتخزن يعني، قلت لي في نص دقيقه ماشي يا ماشي يا عبد الباسط ماشي. الكلام ده ممكن يحصل خلال قد ايه؟ الفترة اللي جاية يعني، زي ما قلنا موضوع كلاتنبرج، وكنا قلنا على المنتخب الأولمبي، فوارد الفترة اللي جاية، لأن هم الناس عايزة أصلا وعندهم النية، شايفين إن الجو العام لا يسمح، بس هم يعني ضغوط عليهم من زملائهم، عدم وضعهم في موقف محرج، هو ده اللي معطلهم في إن هم يتخذوا هذه الخطوة يعني. أحمد بشكرك شكرا جزيلا، متشكرين جدا. أنا اللي بشكرك وبشكر يا مشاوي، أنا اللي بشكرك. متألق كالعادة صديقنا العزيز. ريهام بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا ابراهيم، شكرا جدا. شوقي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، ودي كانت معلوماتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل باقي الكامل. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جامده جدا جدا جدا، ملوك التحليل تامر بدوي واحمد عز، وحديث عن مباراه الاهلي وريال مدريد.